المحادثات مع الرئيس نانا أكوفو آدو كانت جد مثمرة، وأكدت التوافق التام في وجهات النظر بين بلدينا وبين رئيسينا، مثلما أكدت الحرص الدائم والمشترك بيننا على تعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم تطلعات وطموحات شعوبنا الشقيقة في المنطقة. ولقد كلفني الرئيس نانا أكوفو آدو بنقل تحياته وتشجيعاته لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثنيا على دوره وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر. وعلى صعيد أوسع، أكد للرئيس نانا أكوفو آدو إشادته بالدور الثابت والملتزم لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون في خدمة قضايا سامية، وهي قضايا التنمية والأمن في إفريقيا. كما حملني رسالة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد أنه يتطلع للقائه في المستقبل القريب بمناسبة الزيارة، زيارة دولة التي سيقوم بها إلى الجزائر بدعوة من السيد رئيس الجمهورية.